ونادي الزمالك مبروك على البطولتين. اكيد طول ما النادي الاهلي قوي والنادي الزمالك اقوياء بتشوف منتخب وطني محترم، وده كان على مدى العصور اللي فاتت كلها. زي ما بنتكلم احنا النهارده بنتكلم، اكيد لا الصوت يعلى على صوت المنتخب فاروق. دلوقتي انت عندك مهمه خلاص، نفصل خالص الانديه، عندك مهمه قوميه كبيره، ماتشين يوصلوك كاس عالم بقالنا كتير، وده حلم الناس كلها مستنياه. اللي احنا عندنا لعيبه عالميين، عندنا لعيبه عندها مستوى كبير جدا، ولحد دلوقتي بنوصل على الكاس العالم باداء مشرف لما بنوصل حتى. فنتمنى ان شاء الله الماتش اللي جاي احنا بنمشي خطوه خطوه، عندنا ماتش مهم جدا، نتمنى التوفيق لكابتن حسام. اول تجربه النهارده اكيد طبعا دفعه قويه معنويه كبيره جدا بوجود محمد صلاح. اكيد صلاح نجم كبير وهيفرق مع منتخب مصر، اكيد وجوده هيحمس اللعيبه، هيكون في ضغط كبير جدا على الفرق الثانيه. صلاح نجم كبير، فاكيد طبعا الفتره الماتش دوت ان شاء الله يقدر يفرق معانا، بالذات انت عارف البدايات فاروق لما يكون رسميه بفوز الموضوع بيختلف. فاحنا اكيد ورا كابتن حسام في اختياراته، خلاص بقى مفيش وقت بقى حد يقول لك الاختيارات مش الاختيارات، لا هو خلاص كل مدير فني عنده ناس اللي هيشتغل بيها وخلاص، والوقت ده عدى. احنا دلوقتي بنركز ان احنا ان شاء الله نكسب الماتش اللي هو يوم الخميس ان شاء الله بتاع المنتخب، وبعد كده اي حاجه تتحل. طيب كابتن خلينا بس، انا كنت بسالك على الصوره الحقيقه وجود صلاح، لان الكلام ما قبل وجود صلاح النهارده كان شيء، واول ما الصوره دي ظهرت بقى شيء تاني عند ناس حقيقه، ودايما كانوا بيراهنوا على ان في مشكله وهيفضل في مشكله. هو فاروق ده منتخب مصر، ما ينفعش حد ما يجيش منتخب مصر نتكلم. تاني حاجه هو ما فيش مشكله، هو احنا بنتكلم ان احنا بنسبب المشكله من لا شيء. دلوقتي ايه المشكله؟ ايه سبب المشكله اللي موجود صلاح او كابتن حسام؟ ما فيش حاجه، ما فيش اي حاجه مشكله فنيه ولا اي حاجه، ولا او كلمه حد قال كلمه غلط. انت بتتكلم الموضوع مش ما فيش يعني ما يستاهلش. تاني حاجه زي ما قلنا صلاح نجم كبير ولاعب كبير عالمي، زي ما بنتكلم كابتن حسام نجم كبير وكان لاعب كبير ومدرب كبير، فما فيش حاجه توصل لحاجه اللي تبقى الاثنين يبقى في اختلاف وجهه نظر. بتتكلم لما يكون في موضوع كبير يا فاروق، مثلا موضوع فني كبير، ما انت ما فيش اي حاجه بين الاثنين، ما فيش اي حاجه. اول ماتش مع المنتخب في وجود الكابتن حسام، فاكيد طبيعي صلاح مثلا هيبقى بصوره كويسه، هو كابتن الفرقه فاكيد هو اللي هيلم الناس. فانا شايف بس انت بتتكلم الفتره اللي فاتت دي يا فاروق عندنا بلبله كتيره جدا، وزي ما انت شفت حتى يعني احنا حتى الناس اللي بره الوكالات الانباء اللي بتاخد لنا بره او اللعيبه في افريقيا بيبقوا متضايقين، بيقول لك انت عندكم مشكله مثلا في كذا كذا، احنا اللي بنصدر مشاكل نفسينا. فانا بتكلم يعني لازم يكون عندك مصداقيه لما تنقل الخبر اهو موجود، مش على الفاضي عمليان. ده انت بتتكلم مصلحه البلد، ده منتخب مصر يا جماعه. منتخب مصر يا اما اتكلم الصح يا اما ما اتكلمش خالص، ووصل الناس للمرحله اللي صلاح مش طايق يجي او كابتن حسام زعلان من صلاح. مفيش حاجه خالص الراجل، مفيش اي حاجه، ده مصلحه البلد فوق اي اعتبار. طبعا 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 يا كابتن. طيب فنيا يا كابتن، يعني كابتن حسام حسن يقدر يستخدم صلاح بشكل ازاي من وجهه نظرك؟ يعني في بعض الاحيان يقول لك برضو الامور الفنيه ممكن تبقى صعبه في التعامل هما الاثنين، وجهه نظرك يقدر كابتن حسام يستغل صلاح ازاي؟ بص يا فاروق، هي اللي مفيش حاجه اسمها صعب، انت بتتكلم قيمه كبيره، بس المدرب مدرب واللاعب لعيب مهما حصلت. تمام. فطبيعي انا عايز اوصل للنقطه دي الحقيقه كده. لا طبعا انت بتتكلم صلاح، احنا حتى او اي حد موجود يعني، ما ابو يعني مثلا ابو تريكه كان يعني هو اللي يحط تشكيل، انت بتتكلم انت فاهم ازاي؟ مفيش حاجه اسمها كده، احنا بنتكلم اللي كل اي حد ليه حجمه وليه نجوميته وليه ويبقى عالمي مفيش اي مشكله، بس في مدرب مدير فني هو المسؤول عن قراره، وفي لعيب يسمع الكلام وفي بيحترم وجهه النظر. انت عندك شايف اللي انت مش تقدر تبقى عندك مشكله او عندك وجهه نظر مختلفه، خلاص يبقى الموضوع من اوله، انت فاهم ازاي؟ اما احنا بنتكلم دلوقتي مفيش مشكله في حاجه ومفيش اي حاجه، صلاح هيفيد منتخب مصر طول عمره يفيد منتخب مصر. صحيح. وكابتن حسام هيتعامل بشكل احترافي وهما الاثنين ما عندوش اي مشكله، وصلاح عنده من الذكاء يا فاروق اللي يعرف يتعامل. الراجل كان موجود في الدوري الانجليزي ويعني الفتره بتاعت بداياته في اللي هي عدته لما يكون موجود في ليفربول، حطيته في خبرات في مشاكل كبيره جدا. انت عندك مثلا اول ما راح تشيلسي ما كانش بيلعب، وراح بازل شويه قعد شويه ولعب واتاقلم شويه، بعد كده راح فيرونتينا كان في مشاكل شويه، اس روما كان في نفس الموضوع. فدي كلها خبرات للعيب بتخليك تعرف تتكلم امتى وتعرف تتكلم انت. وتشوف صلاح حتى الفتره اللي فاتت، صلاح الفتره اللي فاتت في الاحداث بتاعته حتى ما بيتكلمش، بيقول مثلا يعني يدي مسج صوره صغيره، انت هو بيعرف يتعامل يا فاروق. الموضوع احنا عدينا مرحله، بس احنا بنتكلم في مصر للاسف اللي في ناس بتبقى مثلا مش حابه صلاح فتديله حاجه ثانيه خالص. في ناس مثلا شايفه كابتن حسام او اختيارات كابتن حسام تروح داخله في حاجه ثانيه. يا جماعه طب ما الاختيارات يا جماعه الفتره اللي فاتت كان في أسوأ من كده، ما كان فيتوريا بيجيب ناس ما بتلعبش كوره خالص. فيتوريا؟ اه بتتكلم على فيتوريا يا كابتن؟ بقول لك فيتوريا كان بيقول لك ما كانش بيقول حاجه خالص. يعني بتتكلم انت على فيتوريا ما كانش بيجيب لعيبه اصلا، ما كانتش بتلعب.
تفهم ازاي؟ ما كانش حد بيتكلم، فاحنا يا جماعه بنتكلم نتمنى ان شاء الله. انا لاحظت حاجه والله كابتن، معرفش هي ما كانتش صحيحه اصلا، ان ظهر على السوشيال ميديا او على المواقع كده ان كابتن حسام حسن اختار 57 لاعب. طب ما فيتوريا كان عملها قبل كده، يعني انتوا ماسكين للكابتن حسام حسن. ما هي دي بقى النقطه بقى فاروق، وهي في الاخر طلعت في الاخر انها قايمه فيك اصلا، قايمه ما كانتش موجوده او ما اختارهاش كابتن حسام حسن، يعني القايمه الاساسيه اعلنها كابتن حسام حسن منذ ايام. يعني ما انا بقول لك يا فاروق، هي دي بقى المشكله اللي احنا بنتكلم، اللي احنا بنصدر المشاكل وتيجي الناس من بره تاخد مننا احنا، وفي الاخر تقول لك اللي عندكم مشكله، ويجي مثلا الموضوع مع محمد الشناوي برضك. طب ما هو مفيش مشاكل اصلا في النادي الاهلي مثلا، او في نادي الزمالك كانش في مشكله، مش بتكلم على حاجه معينه. فاحنا ليه بنصدر المشاكل؟ ننقل الصوره صحيحه ليه ما بننقلش الصوره؟ فاحنا بنتكلم نتمنى الاعلام الرياضي يكون هادي الفتره دي، يكون مساند بشكل قوي. يا جماعه نتعلم من المغرب يا جماعه، المغرب ما بيطلعش كلمه، ده المخرج بتاع مباراه المغرب ما بيجيبش اي حاجه على اي حاجه، يعني لو في حاجه فيها حدث. فاحنا نكون لازم عندنا ذكاء وعندنا تعامل. تمام. طيب لو شفت تشكيل مناسب يا كابتن للماتش القادم بناء على اللاعبين الموجودين مع كابتن حسام حسن، يعني تختار مين يا كابتن؟ بص يا فاروق، ما نقدرش نحتاج ان نختار دلوقتي او نخمل، انت بتتكلم في ناس معينه، كل حاجه واضحه تقريبا يعني. كمان هي كل انت بتتكلم، بس انت خلي بالك في ناس، خلي بالك بتبقى موجوده بتشتغل في التمرين بشكل معين عشان فتره الراحه بتاعتها، زي ما شفنا صلاح مثلا النهارده جزء من الراحه، فهيقدر يبتدي يشتغل بشكل معين. لعيبه النادي الاهلي الفتره اللي فاتت كانت مريحه بعد البطولات وكميه الارهاق ده كله، فهو ادرى واحد موجودين باللعيبه الموجوده دلوقتي هو كابتن حسام، فاحنا اللي شايفين هو اللي شايف المطبخ اللي احنا بنتكلم عليه. فاحنا ممكن نحط لعيب مثلا توقع كابتن، يعني ممكن كابتن حسام حسن بدايه من حراسه المرمى، حتى هو حراسه المرمى يا فاروق ممكن، خلي بالك حراسه المرمى هي فيها، خلي بالك شك يعني، هي خلي بالك انت بتتكلم اللي ممكن يبقى فيه اختلافات قصدك. طبعا انا بتكلم انت الناس كلها، انا بتكلم الفتره ديت على ارض الواقع، احنا بنتكلم الشناوي جوه مصر انت فاهم ازاي، بس احنا بنتكلم دلوقتي الاجهز والموجود في الفورمه ووصل للتوب فورم شوبير، ما احنا بنتكلم افضل من عواد، افضل من عواد. تمام. يعني شوبير صراحه نتكلم صراحه، حتى بص معدل الاهداف اللي داخل في شوبير، حتى يعني مصطفى شوبير فارق مع النادي الاهلي فتره كبيره جدا في بطوله افريقيا دي بالذات، خلي بالك يعني هو عامل سكور حتى 6-7 ماتشات ورا بعضيهم مفيش ولا جول. تمام. فانت بتتكلم على ارض الواقع، دي فيها حيره، اي مدير فني بيختار، انا مثلا اقول هدي مصطفى دلوقتي ولا الفتره اللي بعد كده، ايه اللي يحسمها كابتن من وجهه نظرك؟ انا كوجهه نظري كابتن حسام يشوف الاجهز، ما انت خلي بالك الاجهز في التمرين ولا الاجهز في المباريات الاخيره؟ ما هو لو المباريات الاخيره ما خلاص شوبير كده حسم خلاص. انا بقول لك انا تمرين فاروق برضك مش هيديني ده الماتش، انا بنتكلم معلش احترامي الشناوي جون كبير، بس انت بتتكلم بقى له فتره كبيره داخل 6-7 شهور. فخلي بالك عقبال ما يرجع هيبقى الموضوع برضك صعوبه، وخلي بالك الشناوي لعب ازاي؟ لما لعب احمد الشناوي بتاع بيراميدز، محمد الشناوي وقصدي احمد الشناوي وشريف كرامه اتصابوا، والحضري كان موجود في كاس العالم، ما الشناوي لعب كده صحيح، فهي حراس مرمى هتلعب كده. انت بترشح مصطفى شوبير كده قصدك كابتن؟ انا وجهه نظري والله انا من وجهه نظري الصحيح اللي انا شايف دلوقتي على الساحه في الاجوان في مصر، انت عندك مشكله في الاجوان الموجودين مفيش حد، هو الشناوي احنا الشناوي مش مختلفين عليه، بس الشناوي حالته الفنيه ده تسمح ولا ما تسمحش؟ ده اللي بنتكلم فيه، عشان كده بقول لك كابتن حسام هو اللي يحسم الموضوع دوت. بتتكلم طيب. على بقيه التشكيله كابتن، يعني لو ابتدينا من الشمال الحقيقه ناحيه الشمال اللي يمكن انت تتكلم محمد حمدي مش موجود، لا فعندك فتوح. لا فتوح هو فتوح حتى لو محمد حمدي موجود هيبقى فتوح فارق يعني، فتوح حتى الفتره اللي فاتت بس هو كان عنده بس اللي هو الاجهاد والشد اللي كان موجود عنده، لا فتوح هيبقى موجود. بتتكلم على المساكين هيبقى عندك يعني بشكل كبير بيعتمد هو على، بتتكلم على عبد المنعم، عبد المنعم موجود. هو بتتكلم انا شايف هو ممكن يدرام ربيعه برضه من ناحيه اليمين، هيشتغل ب يعني خلي بالك محمد هاني. نص الملعب هيبقى عندك مروان، وجنب مروان احنا بقى اكيد ممكن يحط، خلي بالك ممكن يحط اكرم ماشي كويس، اكرم ممكن يحط اكرم، خلي بالك ممكن يحط عندك امام معشور، عندك حمدي فتحي، لا هو هيبقى امام عاشور، امام عاشور واكرم يعني نص ملعب، يعني نص ملعب اللي هو بيلعب مع بعضه كابتن في النادي الاهلي اللي كان موجود الفتره اللي فاتت، وخلي بالك هم الوصيل لاعلى مراحل يعني، انت بتتكلم حتى نص ملعب معلش حمدي موجود، بس حمدي بقى له فتره برضه كان بقى له فتره ما موجود مع النادي بتاعه، بس ما انت عارف برضك ماتشات افريقيا غير الانديه مثلا الدوري مثلا الدوري اللي بنتكلم فيه دوري قطر يعني، فالموضوع مختلف. واكرم الفتره اللي فاتت مفنش احسن لعيب موجود في مع النادي الاهلي في ماتش النهائي، فلازم يستغل الدفعه ديت، هو قدامهم امام عاشور، هيبقى عندك الناحيه الثانيه بتتكلم
في بقى مثلا هتلاقي طبعا موجود صلاح، هيبقى موجود صلاح، وهيبقى عندك الناحيه الثانيه ممكن يكون، ممكن يعني انا شايف ممكن يا اما تريزيجيه يا اما زيزو بس. وراس حربه بقى هي دي برضك مصطفى محمد، ما فيهاش اختلاف مصطفى يعني. محمد. طب هرجع لناحيه الشمال يا كابتن، الحقيقه دي ناحيتك اكيد يعني انت اكيد متمرس فيها، يعني في المنتخب يعني التقارير بتقول ان هو مصاب وبيخضع لفحوصات طبيه وتدريبات طبيه، وبالتالي فتوح لو لا قدر الله ما لحقش يوم الخميس، كابتن حسام حسن هيضطر ان هو يلاعب حد، يوظف حد، توظيف حد، لانك عندك محمد حمدي اصلا واقف، ما واقف واخد الطرد. مين يا كابتن ابو مسلة تشوف ان هو يقدر يشتغل في المنطقه دي؟ هو خلي بالك هي فيها صعوبه، يعني هي صعوبه يعني في حد ما اشتغلش فيه، حتى اللعيبه اللي كانت بتلعبها قبل كده مع المنتخب مثلا لو بتتكلم زمان كان بيلعب، كان مثلا عمر جابر كان بيلعبها في الحته قبل كده. بتتكلم الناحيه دي برضك يعني فيها صعوبه، احنا برضك شايفين ما فيش حد مثلا هو ممكن، هو يعني لو اديتك رمضان بيكم، احمد رمضان بيكم، هتقول لي لا كوكا مثلا بكره، هو ممكن اللي ها اللي يقدر يقف فيها شويه هو بيك اسمه ايه، رمضان، احمد رمضان، كوكا. كوكا 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 اللي اشتغل فيها ممكن، يعني هو كوكا عشان اشول ممكن يشتغل فيها، بس برضك صعب عليه الماتش برضك، يعني الماتش برضك ماتش تقيل شويه. خروج هو ما فيش حد بره القايمه دي يا كابتن في الدوري المصري يقدر يقوم بدور الباك ليفت في ماتش، او كابتن حسام يبقى واخده حتى عشان الماتش ده الوحيد اللي فاروق، هم كانوا اثنين اللي يقدروا يشتغلوا في الحته دي عشان نبقى واضحين، اللي هم بقى لهم فتره اشتغلوها وما عندهمش مشكله، عمر كمال عبد الواحد ده رقم واحد واشتغل فيها مع النادي الاهلي وجاب اهداف منها، والتاني كان عمر جابر كان شغالها واشتغل فيها في كاس العالم قبل كده. لكن ما فيش، لا انا بتكلم بقى كابتن اللي هم اللعيبه اللي بتلعب برجليها الشمال في الدوري المصري. بص يا فاروق، ما خافش من الحظ، سوء الحظ، سوء الحظ اللي انت عندك محمد شكري مش موجود الاصابه، وحمدي طبعا طرد، بس انا بتكلم اللي انت على الاقل كنت لازم تشوف حد تاني. انا لازم على الاقل اشوف حد تاني، بس احنا لو جينا نتكلم على ارض الواقع يا فاروق مفيش حد برضه موجود على ارض في الواقع المصري. مفيش حتى الولد اللي انا بقول لك عليه لعيب كويس اللي كان موجود اللي هو احترف بره اللي هو اياد العسقلاني دوت، ده لعيب كويس مع الوقت هيبقى لعيب كويس، بس هو بعيد بره عن الصوره، انت فاهم ازاي؟ والله يا كابتن، بس هو موجود في المنتخب الاولمبي من القائمه الخاصه بالمنتخب الاولمبي يا كابتن حقيقي. اكيد طبعا يا فاروق، ما هو موجود بس المنتخب الاولمبي، بس انا بقول لك كان لازم يبقى في متابعه اكتر من كده عليه. انت خلي بالك، ما انت احنا ما كنا بنلعب فاروق عندك راس حربه، انت كده مش فاضل على يعني من اللي انا بتابعهم حقيقه في الدوري الممتاز، كريم حافظ بس اللي فاضل يا كابتن بتاع بيراميدز. لا كريم حافظ، خلي بالك كريم حافظ اصلا كان في المنتخب قبل كده تتذكر، ما بيلعبش يعني برضك على فترات، يعني بينزل على فترات، بينزل مثلا شوط، ينزل تغيير موجوده بيراميدز، ما بيبداش على طول، وخلي بالك بيلعب هاف، يعني حتى لما بيلعب حمدي بيبقى لاعب وراه. فدي برضه كفرو برضه، خلي بالك احنا بنتكلم ان انت لازم تعمل كوادر ولازم تعمل لعيبه كويسه، فهي دي النقطه. انا بقول لك كان في المشكله دي كان لازم عمر يبقى موجود، عمر كمان واحد لازم يبقى موجود، لازم على الاقل عمر جابر يكون موجود يشتغل فيها برضه، عنده الخبرات، يعني عمر جابر اشتغل في الحته دي كتير وعنده خبرات في الحته دي. ايا كان يا كابتن بقى ان شاء الله. لا ان شاء الله. طب انت الماتش بالنسبه لبوركينا فاسو كابتن، شايف ان الماتش يعني في بعض السهوله ولا الامور بالنسبه لك بقى انت بتلعب على ارضك واستاد القاهره، ولا الامور زي ما احنا شفناها كده في كاس الامم حتى غينيا بيساو اللي كنا ممكن الامور بنقول انها سهله، لا بقت صعبه في بالنسبه للمنتخبات الافريقيه، يعني بوركينا فاسو كمان طبعا خيول الحقيقه بما يسمى طبعا كمنتخب الخيول، من المنتخبات اللي عندها مجموعه من المحترفين الحقيقه عدد محترم. بص يا فاروق، مفيش منتخب في افريقيا دلوقتي بقى سهل، عشان تبقى انت عارف. انت بتتكلم على جزر القمر، بص جزر القمر كان عامل ازاي، بتتكلم على جيبوتي كانت عامله ازاي في كاس الامم، بتتكلم على فرق خلاص المدارس دي طورت نفسها واشتغلت بمدربين من بره، فابتدوا يطوروا الكوره بشكل كبير. فانت ما عندكش ماتش هيبقى خفيف، ممكن نفسه اصلا عندهم امكانيات وعندهم لعيبه محترفه كتير. فهم هيبقى عندهم مش الخصم اللي هو لسه يستناك، يعني الخصم هيبقى قوي برضك، بس هو عشان دافع هو عايز يعمل نتيجه كويسه معاك. فعشان كده بكلمك اللي انت، لا مفيش منتخب 90 بيه خالص على ارضه، او غنى بيساوي او اي منتخب، لا المنتخبات دي خلي بالك احنا شفنا اكبر دليل كاس الامم اللي فات الفرق الصغيره كلها كانت موجوده، صحيح مفيش فرق بين منتخب صغير ومنتخب كبير. صحيح صحيح. كابتن ابو مسلم انا بشكر حضرتك وكل التوفيق لمنتخبنا الوطني. كابتن احمد ابو مسلم نجم النادي الاهلي السابق ونجم